بإمكانات متواضعة وقلة في الكادر الطبي مع انعدام المحاليل الخاصة بفيروس كورونا، هكذا يبدو حال مركز العزل الصحي في مأرب، والذي أنشئ نتاج تعاون بين السلطة المحلية هنا والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة ضمن خطة مجابهة كورونا. صحيح هناك عجز شديد جدا في وفاء واحتياج عوز شديد جدا لأشياء أساسية مثل جهاز الفحص البي سي آر أو وحدة البي سي آر وغيرها من التجهيزات اللازمة للتعرف على الحالة بشكل مبكر، إلا أننا بالإمكانيات المحدودة قمنا بإجراءات نعتبرها يعني في حدود الإمكان بشكل جيد، أهمها إيجاد مراكز فحص المسافرين على مداخل المحافظة. جملة من الإجراءات الاحترازية نفذتها السلطات المحلية في المحافظة، بالإضافة إلى مبادرات شبابية ابتدأت بحملات التوعية الميدانية في شوارع وأسواق المدينة من قبل فرق الاستجابة التي شكلت وتلقت تدريبات مكثفة وصولا إلى إغلاق أسواق القات ومنع التجمعات والمناسبات. يقول الناس إن الاستعدادات هنا لا ترقى إلى مستوى التحديات والخطر المتزايد مع ارتفاع عدد حالات الإصابة باليمن تسجيل أول إصابة في مأرب. في المقابل لا توجد استجابة مجتمعية أو مظاهر احترازية واضحة، فالأسواق وشوارع المدينة تشهد ازدحاما مكثفا كعادتها وغير متأثرة بتداعيات كورونا. في كل الأوقات تكتظ أسواق المدينة بحركة تجارية طبيعية تزداد يوما بعد آخر مع اقتراب المناسبة العيدية التي يتهيأ الناس لتلبية احتياجاتهم غير متأثرة بتداعيات الوباء وخطورته، وهو ما قد يعقد جهود مكافحة فيروس كورونا إذا ما اتسعت مساحة انتشاره بالمحافظة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.